تبدأ طلائع حجاج دولة الكويت مغادرة البلاد ابتداء من اليوم، وذلك لبدء رحلة الحج المباركة لهذا العام وسط جهود كبيرة لبعثة الحج الكويتية ومطار الكويت الدولي الذي يسخر جميع إمكاناته لتسئيل حركة السفر للحجاج إلى البقاع المقدسة في ظل خطة تشغيلية للإدارة العامة للطيران المدني لضمان انسيابية حركة الحجاج. إلى مطار الكويت الدولي للمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسلنا الزميل يوسف صفر. بداية يوسف، أهلا بك. مغادرة طلائع الحجاج إلى بيت الله الحرام، كيف تتعامل الإدارة العامة للطيران المدني لضمان انسيابية حركة الحجاج في المطار وكذلك في محيط المطار؟ نعم، كل الشكر لك زميلي رضا. مثل ما تفضلت من تواجدنا في هذه اللحظة وعلى الهواء مباشرة في مطار الكويت الدولي في مبنى الركاب الرئيسي، المبنى التيرمينال 1. اليوم سيرت الخطوط الجوية الكويتية وأيضا بعض شركات الطيران أكثر من رحلة متجهة إلى المملكة العربية السعودية، وتقل حجاج بيت الله الحرام في هذه الفترة. وممكن كنا معاكم في نشرات الأخبار السابقة أن الإدارة العامة للطيران المدني وضعت خطط مسبقة لتسيير عملية الحجاج في سهولة ويسر. لكن أعزائي المشاهدين، من خلال تواجدنا في هذه اللحظة في مطار الكويت الدولي نأخذ هذه التسهيلات والرحلات التي انطلقت في هذا اليوم وهو يوم الأحد المتجه إلى المملكة العربية السعودية. يسعدنا أن نأخذ عن الطرف الآخر الأستاذ منصور الهاشمي مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة الطيران المدني. أستاذ منصور، مسيكم الله بالخير وبصمتكم واضحة. نبين للسادة المشاهدين اليوم عن انطلاق رحلات الحج بالنسبة لهذا الموسم. مساك الله بالنور مع مشاهدينا الكرام. لله الحمد، احنا وفق الجداول والمعطيات اليومية اليوم استهلينا في رحلات منها الكويتية والجزيرة والطائرات الأخرى على حسب الرحلات المجدولة لرحلات الحج انطلاقا من موسم الحج، وفي الحيز الزماني والمكان في جميع مباني الركاب خذينا في على الحصص التشغيلية المطلوبة والجداول الزمنية. بالنسبة احنا كنا معاكم في الامس استاذ منصور، الخطة التي وضعتوها شلون عملية خلينا نقول السلا، احنا يعني قاعد نلاحظ في من وراء الكاميرا يعني خلية نحل من موظفين الإدارة العامة للطيران المدني والجمارك والداخلية، خلية نحل متواجدة في خدمة المسافرين وايضا حجاج بيت الله الحرام. الخطة اللي وضعتوها انتم لتسهيل وتسير هذه الحركة؟ نعم، لله الحمد، الإدارة العامة للطيران المدني في جميع قطاعاته مع جميع مقدمي الخدمات وشركات الطيران على حسب إجراءات التشغيلية الموجودة تم اعتماد إجراءات تشغيلية على موسم الحج من رحلات الحج اللي كانت في عدد إجمالي 8000 ما يقارب هذا العدد في مناصفة الإجراءات التشغيلية على الخطوط الكويتية والجزيرة ومن ثم طيران السعودية وطيران شركة ناس على حسب المناصفة الموجودة فيها، وعدد إجمالي رحلات لا توصل إلى 86 رحلة إن شاء الله بإذن الله أو 76 رحلة على حسب إجراءات التشغيلية والمعطيات اللي موجودة. واستهلت الرحلات من أمس المجدولة واليوم وتباعا إلى غد وبعد غد إن شاء الله لحين انتهاء جميع رحلات الحج ومن ثم عودتها بعد انقضاء موسم الحج إن شاء الله، وعسى الله ييسر الأمور إن شاء الله. ولله الحمد كل الإجراءات هذه وضعت في خطة تشغيلية كاملة مع معايير الجودة والتسهيلات مع جميع مقدمي الخدمات و الشركاء اللي موجودين، وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها، الإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة مشكورة ووزارة الأوقاف مشكورة في التوعية اللي على مدار الساعة في الكاونترات اللي في جميع مباني الركاب لتسهيل متطلبات الحجاج في استفساراتهم وإجراءاتها، والإدارة العامة للطيران المدني تحت إشرافها وتحت تشغيل في جميع الإجراءات التشغيلية في تقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام. اليوم انطلاق هذه الرحلات اللي هي أكثر من رحلة أستاذ منصور، هل راح يكون في تزايد في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى بالنسبة لرحلات الحج؟ وما هي النصيحة اللي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني بالنسبة للحجاج قبل يعني وصولهم إلى مطار الكويت الدولي؟
نعم لله الحمد الحركة في تزايد إن شاء الله بعد باكر واللي بعده إن شاء الله على حسب الجداول الزمنية لرحلات الحج تتباعا على حسب الجداول التشغيلية اللي موجودة. وإحنا مع جميع الجهات والوزارات اللي معنية في تفويج الحج نطلب من الكل الحضور في وقت كافي، التزام بجميع الشروط والأحكام لوزارة الأوقاف والحملات الموجودة في تصاريحهم وفي إجراءاتهم، والقدوم إلى وقت مناسب على أساس أن تتم إجراءاتهم في كافة التسهيلات. وإحنا حددنا لهم كاونترات خاصة في جميع مباني ركاب لتفويج الحجاج في سهل ويسر على حسب إجراءات السفر اللي موجودة وفق معايير الجودة والأمن والسلام. بصمتكم واضحة وهذا شيء مو غريب عليكم، جميع يعني الموظفين ورؤساء في الإدارة العامة للطيران المدني وأيضا الموظفين في خدمة المواطن والمقيم وبالتحديد في هذه الفترة خلال فترة الحج. إذن مشاهدينا صورة حية مباشرة من مطار الكويت الدولي، اليوم انطلاق أكثر من رحلة متجهة إلى المملكة العربية السعودية لنقل ضيوف الرحمن. عودة لك زميلي مرة أخرى. شكرا يوسف صفر زميلنا بمطار الكويت الدولي والذي نقل إلينا الجهود المبذولة من الإدارة العامة للطيران المدني وكذلك جهة الدولة الرسمية لتسهيل سفر الحجاج لموسم هذا السنة. شكرا جزيلا لك يوسف.